مؤسسات المجتمع المدني كشريك أساسي مع الحكومة أقول لخدمة وتنمية المجتمع باعتبارها شريكا أساسي بعد طيب الآن ثورة 2000. يعني أفسر، هي حقيقة زي ما حضرتك تفضلتي هي شريك أساسي، لكن شريك أساسي ليه؟ لأن الجمعيات الأهلية عندنا حوالي 40,000 جمعية أهلية، يا إما عامة يا إما متخصصة زراعية صناعية، الفقر يعني كثير من الجمعيات الأهلية، لأن الجمعيات الأهلية تصل إلى قلب على الريف، الأرض إلى قلب النجوع، إلى القرى، لأنهم جزء منها. ففي هذه الحالة إذا كانت الدولة تقوم بتنمية معينة وتحتاج للشعب، فالجمعيات الأهلية دي مفروض إن هي تساهم في ظهير مصر لكي تصعد مصر إلى الرغبة اللي هي عايزاها. لكن هم برضو كانوا عاملين بعض الجمعيات الإرهابية، مش عايز أقول الإسلامية، لكن بعض الجمعيات الإرهابية ليس لها علاقة بالإسلام خالص ولا بالديانة خالص. وبعدين يعني اكتر التصريحات كان المفترض بيتقال انه ما فيش علاقه ما بين الدين والسياسه. يعني حضرتك من انصار ان لا لا لابد من الفصل يفصل بين ما الدين بين والسياسه، السياسه. لان الدين دي علاقتي بربنا. النهارده السياسه دي بيننا وبين بعضنا، السياسه ممكن يبقى فيها ملائمات، الدين ما فيهوش ملائمات، والدين ده مساله شخصيه للغايه. لكن بالنسبه للسياسه لا، ده ممكن اكذب النهارده لحقق مصلحه مصر، او مش هكذب يعني اناور فيها، لكن الدين الطقوس وغيرها ليست هي طرف في هذا المساله على الاطلاق، ولا يجوز ادخالها في هذا الشان. واي ادخال للدين مع السياسه فانه ليس لصالح احد، لا اللي بيمارس ولا اللي بيمارس عليه في هذا المجال. ولذلك لابد من الفصل بينهما، السياسة والحكومة والسلطة التنفيذية التشريعية، كل هذه السلطات لابد أن تستقل عن الدين، لأن هي يا إما في قانون وضعي يا إما في دين، لكن الاثنين موجودين لا يجوز. ومعظم الناس اتفقت على أن يكون هناك قانون وضعي لكي تنظم الحياة على الأرض في هذا المجال. لازم وضع قانون عشان ننفذ الحياة على هذا الأرض، والكل يعتبر لهذا القانون ويقدم لمصر مش أشخاص مختلفين، ولا فكر يدمر شبابنا، ولا تفريق لوطننا، ولا تفريق في دين، ولا تدخلوا السياسة في الدين. الدين علاقتك بربنا، والسياسة ده دورك في المجتمع، لازم تكون إضافة وتفهم يعني إيه كلمة وطن. لو عايز أقول لحضرتك على حاجة برضو، يعني هو السياسة خطها واضح فيها، لكن الدين لابد أن يكون صالحا لكافة أعضاء المجتمع، ولذلك تفسيراته قد تختلف، وليس هناك شيء صم إلا بالنسبة للفروض الأساسية الخمسة مثلا في الدين الإسلامي أو في أي دين من الأديان الأخرى. ولذلك هذه التفسيرات قد تتناسب مع جهة أو مكان، لا تتناسب مع الثاني، والاختلاف بيننا كله رحمة. الاختلاف سر المعرفة. طبعا. آخر سؤال بالنسبة لنا، دور المرأة المصرية كرائدة في ثورة 30 يونيو كانت شريك أساسي. شوفي، أولا بعد 30 يونيو وتولي سيادة الرئيس كان هناك فئات مهضومة زي ذوي الاحتياجات الخاصة، وهناك الأكثر فقرا. دي هحطها تحت بند الإنجازات. نعم، ده هحط البند ده تحت بند الإنجازات.